يقول الوحي الإلهي في الكتاب المقدس في الرسالة الأولى لأهل كورنثوس الأصحاح الأول والآية 4، ولنا أيضا هذه الكلمات: أشكر إلهي في كل حين من جهتكم على نعمة الله المعطاة لكم في يسوع المسيح. أي إن الله منحنا نعمته في يسوع المسيح، فمن له المسيح يحصل تلقائيا على عطية نعمة الله الغنية، ومن ليس له المسيح لن يستطيع أن يدرك ويتمتع بمعنى وأبعاد وغنى نعمة الله. فأنا وأنت يا عزيزي نحتاج للمسيح لننال نعمة الله، هذه النعمة العظيمة التي سمحت لنا بأن نحصل على كل شيء من الله، رغم أننا لا نستحق أي شيء منه، ودون أن نتكلف بأي شيء أو ندفع أي ثمن له. هذه هي حقيقة النعمة المعطاة لنا من قبل الله في يسوع المسيح. أرجو أن تأتي للمسيح لتختبر هذه العطية المجانية، نعمة الله التي قصدها وهيأها الله لك خصيصا. لماذا المسيح؟